احنا بنعتز بهند كفنانة مصرية عربية، والواحد سعيد يعني انه هذه الاحتفالية جاية من يعني قسم الثقافة في السفارة الفرنسية تقديرا لمسيرة هند اللي فعلا تستاهل انه تاخد اوسمة عالمية مش فرنسية بس. انا فخور وسعيد وحاسس الوسام ده على صدر كل منتج وعامل في هذه المهنة، لانه هند يعني اشتغلت في السينما والدراما المصرية بشغف وأثبتت أنه كسرت جليد الجنسيات. لا أهم ما في طبيعة هند أنه فعلا تختصر الفنانة العربية.